شركة غاسترونيكس يمكننا اليوم إلا نكونوا سعداء بهذا الحفل التكريمي للاعب أعطى الشيء الكثير لكرة القدم القنيطرية والمغربية بصفة عامة، والأكيد أن الجميع تذكر الهدف التاريخي ديالو اللي كنسجلو على فريق الرجاء البيضاوي. وهذه مناسبة وكنشكركم أنتم كصحافة كمنابر إعلامية أنكم كتقوموا بالتعريف ديال القدماء، يعني لاعبين عطاو الشيء الكثير الأجيال اللي كنظن أن الأغلبية الآن دابا الأجيال الصاعدة ما كتعرفش شكون هو لاعب عبد الله الحجاج. كنشكر بالمناسبة أكاديمية تشيبو، الأكاديمية العريقة اللي يعني المفخرة اللي ما يمكن لنا إلا نفتخروا بها في هذه المدينة. وكنشكر كاع الفعاليات اللي ساهمت في إنجاح يعني هذا الحفل الكروي. كنشكر أيضا الحاضرين أصدقاء اللاعب عبد الله الحجاج اللي حضروا وساندوه، وشركة غاسترونيكس ما يمكن لها إلا تكون كباقي الشركات المواطنة اللي كتقوم بالتفاتات يعني هنا وهناك لفائدة يعني كل من ساهم، يعني كل الناس اللي عطاو مدينة القنيطرة. إذا أعطية إشارة انطلاق هذا اللقاء الثلاثي التحكيم يتكون من حكم من وسط سمير فقير بمساعدة المهدي شعيبة إسماعيل المترجم. شركة غاسترونيكس بالتفاتة على رأسهم السيد المدير مصطفى مربوع والأخير عبد الرحمن مربوع اللي قاموا بهذه المبادرة، وكنتمنى باش الناس المسؤولين على الرياضة في القنيطرة ينورتهم المدير على هذا الركن اللي يستحق التكريم، وانا محتاجين هذا التكريم عطاء. مساء الخير، كنشكر الاخص الحدث هو اليوم الذي يتعلق بالإعلام.